هل يجوز البيع والشراء والمؤذن يؤذن مع ذكر الدليل مثل الآن بيع المساويك؟ ما في بس عندما يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا أذن المؤذن عند دخول الخطيب يوم الجمعة حرم البيع والشراء، قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما في غير الجمعة ما في مانع، لكن ما يفوت صلاة الجماعة، قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا يفوت صلاة الجماعة. أنه أما أنه يبيع مسواك أو شيء يسير ثم يدرك صلاة الجماعة هذا لا بأس به.